صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، صبحكم الله بالخير والحب والسعادة، وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي، وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. هاي تحياتي لكم، محدثتكم دكتورة بدرية الحرمي. أحب أرحب بفريق عمل البرنامج، عندنا في الإخراج الزميل سعيد المر، وبالتنسيق الأخت ميرا الغفلي، وبالإعداد الزميل حسني البلاونة، وبتشاركني الحلقة وياكم بإذن الله الأخت آمنة العلي. صبحكم الله بالنور والسرور جميعا. أهلا فيك دكتورة، صباح الخير والنور والسرور. صبحكم الله بالخير. أعزائي المستمعين، راح نكون وياكم بإذن الله على مدار ساعة من الحين، ويسعدني مشاركتكم عبر أرقام التواصل 600551414، أو عبر الرسائل النصية على الرقم 4006. تواصلكم واقتراحاتكم أو حتى ملاحظاتكم أكيد تهمنا وتسعدنا. واليوم يوم الخميس اللي الكل يحبه، لكن بعد خميس مميز، صح أختي آمنة؟ طبعا دكتورة، ونترياه من زمان ونترياه من سنوات، وأتوقع الكل يعرف ليش. اليوم العالم كله يحتفل بانطلاق الحدث الأجمل والأكبر والأروع إكسبو 2020. اليوم الكل يحتفل في بلادنا الحبيبة دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إمارتنا الغالية إمارة دبي. سنوات من العمل والتجهيزات، واللي بدت من اللحظة اللي حازت فيها دولتنا في استضافة هذا الحدث، واليوم ولله الحمد نشهد هالإنجازات. ومن برنامج صحة وسعادة نحب نبارك لحكام الإمارات وشعبها انطلاق إكسبو 2020، ونتمنى من رب العالمين أن يوفقنا ويحفظ الإمارات في ظل قيادتنا الرشيدة لما فيه الخير لدولتنا الغالية. نعم دكتورة، هذا اليوم سيسجل ضمن إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة، كلنا فخر واعتزاز بهذا الإنجاز الكبير اللي سنشهده اليوم إن شاء الله على قنوات طبعا مؤسسة دبي للإعلام. كلنا على استعداد، ودبي على استعداد لتبهر العالم، ونحن نقول أهلا بالعالم في دبي. بإذن الله راح نستمتع بالفعاليات يعني حفل الافتتاح، وراح نزور معرض إكسبو ونشوف شو الأشياء وشو المفاجآت اللي فيه. نعم دكتورة، اليوم يوم مختلف، تحسين الأهالي كلهم بيجتمعون، ونحن كلنا على أتم الاستعداد، يعني مستعدين نجتمع وكلنا نلتفت حول التلفزيون اليوم ونتجهز لهذا الاحتفال الكبير. في كل بيت بتلقين فيه ناس قاعدة تجهز وتستعد لإكسبو، لأن هذا الحدث يعني حدث كبير، حدث تاريخي سيضاف طبعا لسجل نجاحات دولة الإمارات. أكيد أكيد. ولو تذكرين أول ما يعني فازت دولة الإمارات بهذا الحدث في 2013، كان عرس يعني كيف كان الموقف، كيف ما شاء الله يعني السنوات مرت وشفنا هذا الإنجاز على أرض الواقع. يعني هذا شيء يعني يفرح كل مواطن وكل مقيم على دولتنا، واليوم كل أنظار العالم تتجه إلى دبي. بالضبط، وإن شاء الله القنوات الإعلامية اليوم بتبث بعد يعني كل حفل الافتتاح، وكل الناس بيستمتعون بهذه الفعاليات بإذن الله إن شاء الله. طبعا دكتورة، الآن بننتقل لأسماء الجناحي وتعرفنا على آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل مستمعي إذاعة نور دبي. صباحك فرحة وطن يا أسماء. صباحكم اليوم فوق إن افتتاح بعد يوم الخميس. بالضبط، الفرحة فرحتي. ناخذ تقريبا من الأشياء اللي حطيناها في قنوات التواصل الاجتماعي. أول شيء ما شاء الله القنوات التواصل الاجتماعي كلها فيها كثير من النشاط الخاصة بفتاح إكسبو 2020، ويعني ها أكثر شيء ممكن نقول إنه هو صاير ترند في قنوات التواصل الاجتماعي. عقب 8 سنوات من العمل والتفاني ما باقي لنا إلا يعني يفصلنا بس يوم واحد. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها في قنوات التواصل الاجتماعي هو إن هي صحة دبي تحصد الجائزة الدولية للابتكار والتحسين والتطوير المستمر عن إطارها المؤسسي للمرونة التشغيلية.
وهذا اللي تم تطويره بالكامل من قبل الهيئة كمصنف فكري متناول أهم أوجه المرونة التشغيلية. هاي من الأشياء اللي فاز فيها هيئة الصحة في الفترة يعني هذه الفترة. أيضا بيوم العالمي للقلب هو يصادف بعد هذا الأسبوع اليوم يوم لغة الإشارة، حطينا مجموعة من النصائح بلغة الإشارة موجودة في قنوات التواصل الاجتماعي، وأيضا هناك بعض النصائح نحب نقولها حق الأشخاص بما كان يوم القلب، ونتمنى أن يعني الاهتمام بالقلب مو بس في يوم واحد، لكن يعني أن يعني القلب هو من الأشياء اللي وايد مهمة واللي أثر عليها تراكمات مثل ما يقول نمط الحياة. فوايد مهم ان نحن نبتعد على سبع اشياء لازم نسويها. اول شيء الابتعاد عن التدخين او استخدام منتجات التبغ. ايضا الحركه المستمره جدا مهمه، النشاط البدني على الاقل 30 دقيقه ل 60 دقيقه يوميا، الحفاظ على وزن صحي. ايضا من ضمن الاشياء النوم، يعني اغلب الاشخاص ما ياخذون النوم الكافي، واغلب الاشخاص يقولون 5 ساعات تكفينا، 5 ساعات ما تكفي. في كل عمر يعني عدد ساعات معين لازم، حتى لو واحد يحس انه هو نشيط لكن جسمك عليك حق ولازم الواحد وتختلف يعني عدد الساعات، يعني طبعا تختلف احتياجاتنا للنوم تختلف من شخص لاخر وحسب الاعمار. صحيح، فلازم الواحد يعني ياخذ العدد الساعات اللي هو فعلا يحتاجه، ونوم الليل دائما مفيد. اهم شيء ايضا التعامل مع التوتر. في اشخاص يمشي علاقه بين التوتر وصحه القلب، علاقه كبيره. الصحه النفسيه وايد مهمه لكل الاعضاء اللي في الجسم مو بس القلب، والاجراء الفحوصات بشكل مستمر ومنتظم، واهم شيء اتباع نظام غذائي مفيد. نحن ما نقول لهم لا تاكلون شيء، لكن بعد الواحد يحط يقول سم اليمنت اوف يعني يحاول ياخذ من كل العناصر الغذائية المتنوعة عشان يكون أكل متوازن، ما يركز على يعني طعام معين ويخلي الأطعمة الثانية عشان ما يستوي عنده نقص. يخلص الفرض قبل التيمم، يعني واحد يخلص الأشياء الموجودة يخلي الفرض قبل السن. صحيح، لأن الناس يوم تسمع غذاء متوازن وغذاء صحي شو يتمللون، شو الغذاء الصحي؟ لا، احنا نقول لك له من كل المجموعات لكن كميات معتدلة. يعني في بعض الأشخاص دكتور يقول إحنا ناكل سعرات حرارية معينة، هذه السعرات الحرارية نحتاجها، لكن لما تشوفين ما شيء فواكه، ما شيء خضرة، ما في أشياء صحية، ما في بروتين. فالواحد يعني نقول دائما نطبق الصحي، هذا يعني دائما ينصحون في أخصائي تغذية، وأهم شيء إن هالنصايح نقولها أقولها لنفسي وأقولها للجمهور، نضعوا صحتكم أولوية ونتمناكم الصحة والسعادة إن شاء الله. شكرا لك عزيزتي أسماء، هاي كل أخبارك لهذا اليوم. نشوفك بإذن الله. ها أسماء، من باكر تصيرين إن شاء الله إكسبو تستمتعين فعالياته إن شاء الله. إن شاء الله تذاكري شاري قميص إكسبو، جواز إكسبو، كل شيء جاهز. وايد زين، عساس تخففين شوية من نسبة التوتر والشغل، خلاص نصير شوية نستمتع بالفعاليات. دكتورة أسماء أكثر وحدة ما شاء الله عليها في الإدارة جاهزة، نقولها أسماء وين هالبروشور؟ تقول طلبته. من وين هالقميص؟ طلبته. أسماء ما خليتي شيء. كل هاي استعدادات الألعاب طالبتها. أختي أسمى اليوم حتى أطفال مدارس نشوفهم مزينين بال يعني بالتيشيرتات وبالأشياء اللي عليها يعني شعار إكسبو، شيء وايد حلو الصراحة. حسين اليوم الوضع فخر، يعني واحد يفخر ب، ونحن أول دولة عربية تستضيف هذا الحدث العالمي، ويعني يعني ومن الحين احنا متحمسين، يعني حتى كل الدول يعني قاعدين يحطون عن مثل الأجنحة أو الأشياء الخاصة فيهم السيفيلينز، وكل واحد يعني أحس كلهم خارج الصندوق، كل أفكارهم كثير، يعني واحد ما يتخيل هاي ممكن يكون في معرض، بس استوى معرض ما أدري كيف. يعني في أجنحة، نسأل الله التوفيق يا رب. فكرة مختلفة يعني، والأفكار وايد حلوة، وحلو الواحد يصير إنه حتى يعني تي مثل الإلهام يعني في شغله في حياته. صحيح. والاستدامة، الاستدامة ملف جدا مهم، والصحة يعني البيئة وايد مواضيع وايد مهمة، وهاي المواضيع الرئيسية في إكسبو. فنتمنى الكل يصير، وأهم شيء اتباع الإرشادات والإجراءات الوقائية لما يصيرون أي مكان، لبس كمامة، الحفاظ على التباعد الجسدي، وغسل يدين باستمرار. أتمنى الصحة والسعادة. شكرا لك عزيزتي أسماء، مسؤولة السوشيال ميديا في هيئة الصحة بدبي، أتمنى لك يوم سعيد ونلقاك إن شاء الله الأسبوع الجاي بإذن الله. أعزائي المستمعين، الحين صار وقت الفاصل، ناخذ وياكم الفاصل ونرجع نكمل وياكم فقراتنا لهذا اليوم، تريونا. صحة وسعادة.
رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم صحة وسعادة، برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. رجعنا لكم أعزائي المستمعين ونستكمل فقرات برنامج صحة وسعادة، بس أول شيء حبينا نشكر إذاعة نور دبي على الاستضافة الجميلة بخصوص إكسبو 2020، يوزعون علينا اليوم كاكاو وأجواء جميلة. شكراً براشد على الكاكاو الجميل والكاكاو عليه اللوجو بعد إكسبو 2020. صح سلام. طبعا نشكر أبو عمر عفوا على هذا الكاكاو الجميل، كفاية هاي المبادرة الحلوة منه نشكره عليها. ونستكمل فقرات البرنامج اليوم وبنقول موضوعنا اليوم دكتورة عن هشاشة العظام وعلاقتها بالتغذية. طبعا أختي آمنة، تعرفين أن هشاشة العظام تعتبر من الأمراض اللي يعاني منها كثير من أفراد المجتمع، واللي تؤدي في الغالب إلى كسور في العظام، معظمها في عظام العمود الفقري أو الحوض أو الفخذين أو مفصل كف اليد. واليوم فقرتنا فقرة التغذية بتتكلم عن هشاشة العظام وعلاقتها بالتغذية، ويسعدني أن نستضيف ويانا عبر الهاتف الأستاذة نجلة درويش، اختصاصية التغذية بهيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير والنور والسرور أستاذة نجلة، يا مرحبا وسهلا فيك في برنامج صحة وسعادة. صبحكم الله بالنور والسرور والسعادة كلها يا رب في يوم الخميس والأيام كلها إن شاء الله. آمين إن شاء الله. أختي نجلة، خبرينا في البداية شو أسباب مرض هشاشة العظام وشو علاقة هشاشة العظام بالتغذية؟ كثير من الناس سأل عن هشاشة العظام وشو لها علاقة بالتغذية. نحن نقول إن يعني هشاشة العظام مرتبط وايد بالتغذية، لأن سوء التغذية من مسببات، كذلك من إحدى مسببات هشاشة العظام نتيجة نقص العديد من الفيتامينات. يعني دائما عشان تتبادر لأذهاننا العظام نربطها بالكالسيوم، لكن المغذيات هذه مهمة جدا، الكالسيوم وغيرها من العناصر الغذائية، المغذيات مثل الفسفور، فيتامين د، المغذيات الأخرى مهمة جدا لصحة العظام طبعا من خلال التغذية المتوازنة. سوء التغذية هي تسبب هشاشة العظام. عشان أتفادى أنا هشاشة العظام المفروض أني أتبع نظام غذائي صحي متوازن يحتوي على كافة العناصر الغذائية اللي تدعم صحة العظام. زين أستاذة نجلة، شو الأطعمة اللي تلعب دور كبير في صحة العظام؟ لو تعطينا فكرة يعني العناصر المهمة اللي تساعد في نمو العظام صحتها. تمام، أول ما نقول هشاشة العظام دكتورة الناس كلها تفكر في الحليب، بس حليب. صحيح. حليب وروب صح؟ صح، عشان نكون واضحين وجبان. لكن حتى الخضروات الورقية تحتوي على نسب كالسيوم بكميات حلوة، مثل البروكلي، عندنا الخضروات الورقية الأخرى، هذه بعد فيها نسب كالسيوم. ففي بعض الناس خاصة النباتيين أكثر شيء يعني تركيزهم على الأكلات النباتية وما يأخذون مثلا الحليب ومشتقاته، أو يكون عندهم حساسية من الحليب يحتارون شو نأخذ. فعندهم الخضروات الورقية، عندهم المكسرات كذلك. فبشكل عام إجمالا الأغذية اللي تلعب دور مهم لصحة العظام وتجنب والوقاية من هشاشة العظام، عندنا الكالسيوم، منتجات الألبان مثل ما ذكرنا، الحليب والزبادي والأجبان، الخضروات الورقية، المكسرات، اللوز، الجوز، كذلك عندنا السبانخ من الخضروات اللي ممكن نلجأ لها لصحة العظام، فيتامين دال رقم واحد. فيتامين دال مهم جدا أن الشخص يعني يتفادى نقصه في الجسم، ونقص فيتامين دال في دمه عشان يتجنب كذلك هشاشة العظام. ويعني الفيتامين دال طبعا مخرج تعرض لأشعة الشمس حتى لو ربع ساعة في اليوم في الأوقات المناسبة دكتورة، لأن الكل يسأل يقولون حين حر وين نطلع في هذا الحر، بنشوي بعدين. لا الأوقات المناسبة على مغارب الصبح أو الصبح يعني قبل ساعات الذروة اللي هي تكون درجات حرارة عالية فيها. صحيح. وفي بعض الأطعمة المدعمة بفيتامين دال كذلك، ممكن التونة، السلمون، بعض الأعصار المدعمة بفيتامين دال، هذه الأشياء ممكن نلجأ لها. كذلك البروتينات عندنا نحصل مثلا في اللحوم، خلينا نقول نحن منزوعة الجلد أو اللحوم غير الشحمية، مثل كذلك نقدر نعتمد على الحبوب الكاملة، مثل وبعد عندنا مثل الكورن فليكس
الخبز الأسمر، الأرز الأسمر، ذكرنا كذلك البيض بعد، البيض وايد مهم لصحة العظام. نعم، فطبعا أستاذة نجلة، إذا كان هناك مثل ما ذكرنا هشاشة عظام وقلتي لنا أسبابها وعلاقتها بالتغذية، فهم يعني من هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام؟ نساء. نساء للأسف. للأسف. زعلتينا يا أستاذة نجلة الحين. هي شفتي النساء أكثر عرضة تفقد النساء كثافة العظام، لأن هشاشة العظام يعني هي عبارة عن انخفاض كتلة نسيج العظم، ف يعني النساء هن أغلبهن يعني اللي يعني أكثر فئة تفقد الكثافة هذه. إذا ذكرنا الأسباب، طبعا الأسباب الأخرى عندنا يعني مثل ما ذكرنا في بداية سوء التغذية، وفي بعض الفئات اللي عندهم الإصابة بمشاكل الغدة. فنحن دائما دكتورة نوجه نصيحتنا للناس أنهم يعني ما يستهينون بمثل هذه الفحوصات، خاصة الهرمونات الغدد، لأن لها علاقة وارتباط بهشاشة العظام، كوننا يعني يتعرفون على نسب الكالسيوم في المعدلات الطبيعية. ومن الأسباب الشائعة كذلك اللي تؤدي لهشاشة العظام، الناس ممكن تستغرب، التدخين. التدخين كذلك بعد هاي من عوامل الخطر لهشاشة العظام، قلة الحركة، نقص فيتامين د مثل ما ذكرنا، والتاريخ العائلي. وعشان شيء تي عندنا هنا حين أهمية الفحوصات الدورية اللي إحنا دائما نوصي الناس لازم نسوي فحوصات الدورية من فترة لفترة. ليش؟ لأن عشان نشوف مثلا نسبة المعادن هاي المهمة، نسبة الفيتامينات اللي تلعب دور في بناء العظام. صحيح. إنزين، يعني أستاذ نجلة، في هناك مثلا يعني أغذية معينة أو مشروبات معينة ممكن تنصحون فيها أن عشان نتجنب إصابة بهشاشة العظام، أو مثلا الأشخاص اللي طلع عندهم في التحاليل مثلا أن عندهم مثلا نقص في فيتامين د، مثلا شو ممكن نعطيهم من الأطعمة أو يركزون على شو مثلا؟ طبعا أول شيء نحن نقولهم إذا اكتشفوا أي نقص عندهم أو يعني ما كانت المعادن هذه في مستوياتها الطبيعية، يلجؤون لاستشارة الطبيب المعالج. ممكن إنه يعني يلجؤون إنهم يأخذون بعض الأدوية، إنهم يرفعون عندهم نسبة فيتامين د أدوية مدعمة باستشارة الطبيب فترة معينة. لكن الأطعمة والمشروبات يعني اللي تأثر وننصح بالابتعاد عنها، خاصة للناس اللي عندهم المعادن هذه قليلة، الكالسيوم أو ما شابه فيتامين د، المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، المشروبات العالية بالكافيين. يعني أنا ممكن أشرب المنبهات بس أخذها باعتدال خلال يومي، يعني ما أكثر من شرب القهوة والشاي بكميات كبيرة خلال اليوم، فهاي ممكن كذلك تأثر على صحة العظام. يعني هي ممكن يعني هي المشروبات الغازية أو اللي فيها كافيين، هي يعني المشروبات المعروفة أن هي مدرة للبول، الأكثر فيها والإفراط فيها ممكن يؤدي إلى أن إحنا الإنسان ممكن يفقد العناصر المهمة عنده والفيتامينات. صح. وخاصة إذا بنفس الوقت ما كان يعوض هذا النقص من التغذية السليمة. صحيح دكتورة، مثل ما ذكرتي، لأن الكالسيوم يعني من السهل أنه يطلع من الجسم عن طريق مدرات عن طريق البول، وعن طريق يعني حتى لو الأشخاص ناولت شربت هاي المدرات هذه، فتأثر أنها تطلع الكالسيوم بسرعة من الجسم، فبالتالي الإكثار منها يعني بيخلي دائما الكالسيوم ناقص عندي بالدم. فنحن ننصح أن يتناولون هذه المشروبات باعتدال اللي هي عالية بالكافيين، ويبتعدون عن المشروبات الغازية كذلك، مشروبات الطاقة، الأطعمة اللي هي الناس اللي تكثر من الصوديوم، الصوديوم اللي في ملح الطعام كذلك بعد، هذه تسهل خروج الكالسيوم من الجسم. فننصح انهم يقللون كميات الصوديوم خلال يعني وجباتهم خلال اليوم، من خلال اتباع نظام غذائي صحي متوازن. زين استاذة نجلة، يعني الحين الاشخاص اللي يصابون بهشاشة العظام وخلاص تم تشخيصهم ان عندهم هشاشة عظام، هل هناك في مثلا خطة غذائية معينة او تعطونهم مثلا جدول معين يتبعونه مثلا؟ نعم، نحن اول شيء نشوف احتياجاتهم من الكالسيوم على حسب الفئة العمرية، ومثلا نخطط لهم، نقول مثلا لكم في اليوم تاخذون هالمنتجات هالبدائل، حد يقول لي مثلا ما احب الحليب، حد يقول لي ما احب الجبن، ندورهم على البدائل اللي تفي باحتياجاتهم من الكالسيوم في هذه الاطعمه عشان يتفادون
يعني خلاص يتفادون هشاشة العظام ويعدلون من هذا الوضع اللي هم حاصل. يعني هاي طرق العلاج انهم يتبعون نظام صحي متوازن. النصائح اللي ننصح لهم كذلك التمارين الرياضيه دكتوره، لان اذا انا عندي هشاشه عظام احتاج اني انا اسوي تمارين رياضيه. اذا في ناس تعاني من مشكلات في الركب او يعانون من مشكلات اخرى فيستشيرون شو نوع التمرين المناسب لهم. صحيح، لأن ممكن أوقات يفكرون إذا أنا عندي هشاشة عظام إن أنا بتعب مثلاً في عند ممارسة الرياضة، وهذا الكلام غير صحيح. بالعكس، إن الرياضة بتفيدهم وبتعزز من صحة العظام أكثر، وبس إنهم اللي يتفادون أكثر شيء الحوادث اللي ممكن تصير، الضربات ممكن تأثر عليهم فيهم لا سمح الله يصابون بكسور أو ما شابه ذلك. لكن إذا هم يعني حابين يعالجون موضوع هشاشة العظام، التمرينات الرياضية لابد منها، وننصحهم دائما انهم يعني يستمرون بهذه التمرينات حتى لو كانوا يعانون من هشاشة العظام. نعم. استاذة نجلة درويش، اخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، شاكري لك تواجدك معنا هذا الشهر وتغطيتك لفقرات برنامج صحة وسعادة. عن ان نلتقي فيك ان شاء الله في ايام اخرى، وشكرا على هذا الموضوع المهم جدا. كل الشكر لكم، ان شاء الله لك والدكتورة، ويومكم سعيد ان شاء الله، واجازة نهاية اسبوع سعيدة ان شاء الله. شكرا عزيزتي. والحين أعزائي المستمعين بنطلع معاكم فاصل قصير وبنرجع مع فقرتنا لليوم، الفقرة الختامية دكتورة اللي بنعرف المستمعين فيها على مركز إكسبو للطوارئ التابع لهيئة الصحة بدبي. انتظرونا. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع فقرات برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة هو برنامج إذاعي يومي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. مستكملين معاكم فقرات برنامجنا اليوم، وفقرتنا اليوم تتكلم عن مركز الطوارئ إكسبو 2020. طبعا مثل ما نعرف كلنا تنطلق يوم غد الجمعة فعاليات معرض إكسبو دبي 2020. هذا الحدث المنتظر الذي ستجمع فيه وفود 191 دولة في دبي ضمن أول انعقاد للمعرض في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. طبعا دكتورة، هيئة الصحة في دبي على استعداد تام لاستقبال هذا الحدث. أكيد هيئة الصحة بدبي بتكون حاضرة في هالحدث الكبير، وبتوفر خدمات طبية متميزة للعارضين والزوار والمشاركين في المعرض من خلال تخصيص مركز إكسبو للطوارئ والعديد من النقاط الطبية الموزعة في مختلف أنحاء المعرض. وعشان نعرف أكثر آمنة عن هذا المركز، يسعدني أن نستضيف ويانا عبر الهاتف الدكتور جاسم عبيد الشامسي، طبيب أخصائي طب الطوارئ في مستشفى راشد. صبحك الله بالخير والنور والسرور دكتور جاسم، يا مرحبا وسهلا فيك في برنامج صحة وسعادة. صبحكم الله بالخير والنور دكتور المستمعين، دكتورة بدرية واخت آملة، حياكم الله. حياك الله دكتور جاسم. في البداية خبرنا عن مركز إكسبو للطوارئ وشو الدور اللي بيقوم به خلال الحدث الكبير إكسبو 2020. إن شاء الله. مركز إكسبو للطوارئ هو مركز طبي متكامل التجهيزات، تم تأسيسه وبدء العمل فيه تقريبا منذ نوفمبر من العام 2018، يعني تقريبا حوالي 3 سنوات. ومن ذلك الوقت قدم المركز باقة متنوعة من الخدمات الطبية للعاملين في منطقة إكسبو والموظفين. طبيعة الحال طبعا فإن المركز مستمر حتى نهاية إكسبو 2020 إن شاء الله على السنة الجاية، لتقديم المزيد من الخدمات الطبية والرعاية الصحية لرواد المعرض وجميع فئات الجمهور والزائرين. نعم طبعا دكتور، خلال الفترة الماضية مثل ما ذكرت كان متواجد يعني هذا المركز، فهل اقتصر عمل مركز إكسبو للطوارئ على الخدمات الطبية أم له مهام أخرى يقوم بها؟ طبعا كان هناك مهام أخرى لهذا المركز، وهي تخص الجانب التوعوي، حيث قام المركز وبالتعاون مع إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي بعدد من الحملات التوعوية الخاصة في أوساط العمال لحمايتهم ووقايتهم من الأمراض المهنية والأمراض المزمنة، إلى جانب إكسابهم الطرق السليمة للمحافظة على الصحة واللياقة البدنية. نعم يعني الدكتور، هو لم يقتصر يعني عمل هذا المركز فقط على الخدمات الطبية، فلكم جانب كبير في توعية المتواجدين في منطقة إكسبو 2020. نعم نعم.
في تقديركم دكتور، ومع الحجم الكبير والنطاق الواسع للمعرض وطبعا أكيد العدد المتوقع للمشاركين والزوار، هل تشعر دكتور أن هذا المركز يكفي لتغطية الحدث الدولي طبيا؟ طبعا المركز يحتوي على حوالي 13 سرير بين أسرة اللي هي إنعاش وأسرة إقامة قصيرة وكذلك غرف العزل. إلى جانب المركز هناك 3 نقاط طبية رئيسية كذلك متكاملة التجهيزات والمستلزمات، وهي موزعة بشكل مناسب ومميز على نطاق المعرض لتقديم خدمات نوعية ومتخصصة ضمن أعلى المعايير المعمول بها عالميا. وكذلك تم الاتفاق مع المستشفيات اللي هي الخاصة القريبة من المعرض لاستقبال الحالات إذا دعت الحاجة، ففي تكامل في الخدمات الطبية عندنا في معرض إكسبو. ما شاء الله. دكتور جاسم، خبرنا شو دور القطاع الصحي الخاص في إمارة دبي، وخاصة احنا نعرف ان علاقته بهيئة الصحة علاقة وثيقة وشراكة بناءة، هل كان له دور في هذا المركز؟ اكيد الهيئة استثمرت علاقتها القوية بالقطاع الخاص، وبالفعل تم توقيع مذكرات تفاهم مع 7 مستشفيات خاصة للمشاركة في جهود تأمين هذا الحدث العالمي طبيا وتوفير الرعاية الصحية المطلوبة للمشاركين في إكسبو 2020 في دبي والزائرين كافة. بالطبع تم مراعاة اللي المسافة بين المستشفيات الخاصة ومنطقة المعرض، حيث حرصت الهيئة يعني هيئة الصحة على اختيار المستشفيات الأقرب لضمان السرعة في تقديم الخدمة. نعم دكتور، مثل ما ذكرت هيئة الصحة بدبي تعمل بمنظومة متكاملة وشراكة بينها وبين القطاع الخاص لتوفير كل الخدمات الطبية اللي ممكن يحتاجها زوار إكسبو 2020. فإذا قلنا دكتور خدمات طبية رئيسية، هل لمركز إكسبو للطوارئ خدمات طبية رئيسية يقدمها في إكسبو 2020؟ نعم، إلى جانب اللي هو طبعا الأهم اللي هو الخدمات الرعاية الطبية والوقاية والعلاج للحالات الإصابات أو أي أمراض في المعرض، سيقوم المركز كذلك بتقديم اللي هي خدمة الفحص المخبري لكوفيد 19 في هالفترة، وهي واحدة من الخدمات المهمة والرئيسية لتعزيز الأمن الصحي خصوصا في هالفترة. طبعا إضافة إلى ذلك خصصت الهيئة وبالتعاون مع مختبر اللي هو يونيلاب مجموعة من مراكز الفحص المتكاملة، منها 5 مداخل للفحص من السيارة، كذلك نقطة للفحص الشخصي العادي، وذلك بطاقة استيعابية حوالي 10,000 فحص في اليوم، وطبعاً قابل للزيادة إذا دعت الضرورة. نعم. دكتور جاسم، خبرنا عن الهمة اليوم. اليوم ترى افتتاح إكسبو 2020، شو همتكم والفريق كله؟ لا الحمد لله الفرق الحمد لله جاهزة، عندنا حاليا فرق متواجدة في الموقع وعندنا فرق كذلك بتتحرك للموقع تقريبا قبل اللي هو الحدث اللي هو اليوم، فالحمد لله الكل جاهز للحدث وبالعكس الهمة عالية والكل مترقب للافتتاح اليوم وكذلك لبدء المعرض بإذن الله. إن شاء الله، وإحنا بعد مترقبين يا دكتور جاسم. جزيل الشكر لك دكتور جاسم عبيد الشامسي، طبيب اختصاصي طب الطوارئ في مستشفى راشد، على هالحوار الجميل، ونسأل الله أن يوفقكم ونلقاك بإذن الله في حلقات جاية. أتمنى لك يوم سعيد. ولكم ومشكورين على الاستضافة، حياكم الله. دكتورة طبعا حدثنا الدكتور جاسم عن استعدادات هيئة الصحة في دبي ومركز الطوارئ المتواجد هناك، يعني منظومة طبية متكاملة، والزائر إلى إكسبو 2020 سيشعر إن شاء الله بكل الأمان والأريحية. وكذلك أنت يوم يعني الشخص لما يكون مطمن على نفسه صحيا، ودبي طبعا سباقة في إنجازاتها وسباقة في أيضا محاربتها لهذه الجائحة، كنا نحن دائما سباقين، فنحن فخورين بتواجد هيئة الصحة في دبي، فخورين بهذا المركز المتكامل بشراكة مع القطاع الخاص. فلازم اليوم دكتورة نوجه لهم شكر، هذه الفرق اللي عملت بجهد، يعني كما ذكر الدكتور هذه الفرق متواجدة صحيح. يعني سابقا قبل حتى العمل فريق واحد، يعني احنا هذا اللي تعلمناه من قيادتنا الرشيد، العمل بالفريق الواحد وروح الفريق هذا، واحنا طبعا شفناه على أرض الواقع وهاي الإنجازات الحين تشهد. نعم، ودكتورة مثل ما ذكر أيضا الدكتور مركز إكسبو طواري 2020
مركز الطوارئ إكسبو 2020 التابع لهيئة الصحة في دبي لا يقدم فقط خدمات طبية بحتة، ولكن هو يقدم أيضا خدمات لفحوصات كوفيد 19، ويقدم أيضا التوعية دكتورة. فشو رأيك في هذا الجانب؟ هل لهذا المركز والتوعية فيه دور كبير في إكسبو 2020؟ أكيد، يعني تعرفين الصحة المهنية هاي من الأشياء المهمة اللي المفروض احنا نحافظ عليها، وبعد نحافظ على الموظفين وعلى صحتهم. هذا شيء وايد زين، لان ليش؟ لان هذا يرفع من كفاءتهم، يرفع من الانتاجيه، وفن يعني، وقبل هذا كله يحقق سعاده الموظف، يحقق يعني ان احنا نوصل لمستويات يعني راقيه من الصحه النفسيه والجسديه. نعم. اكيد التوعيه لها دور. فأكيد أيضا دكتورة الأعداد التي ستزور إكسبو 2020 لن تكون قليلة، وأعداد وفيرة من الناس، وهيئة الصحة في دبي أكيد ستترك بصمتها في إكسبو 2020. وإحنا نحث أعزائي المستمعين أن يعني يتابعونا في برنامج صحة وسعادة، دائما بننقل لكم، ويمكن ننقل لكم أيضا يعني مباشر من إكسبو 2020 كل تغطيات هيئة الصحة في دبي، الجهود المبذولة بنحاول أن نحن نعكسها ونركز عليها في الفترة القادمة. يعني كل الدوائر الحكومية في دبي، كل المنشآت الصحية في دبي، وكلنا نحن كأفراد مستعدين لاستقبال إكسبو 2020، ونقول أهلا بالعالم في دبي. أكيد بإذن الله يعني نشوف يعني النجاحات هذه كلها على أرضنا، أكيد نشعر بالفخر. نعم، اليوم شعورنا دكتورة شعور بالفخر والاعتزاز لانتمائنا طبعا لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولإمارة دبي التي ستحتضن هذا الإنجاز الكبير بإذن الله. الحين عندنا شيء، خبر دكتورة ما قلت لي خبرنا اليوم، نسينا نختم فيه الحلقة. احنا ما نسينا، احنا اليوم كنا محتفلين في إكسبو. نعم. وهذا الحدث مثل ما عرفنا يعني الكل يترياه ويترقبه، لكن ما نسينا الأخبار الصحية اللي لازم نقولكم إياها في كل حلقة. على العموم أعزائي المستمعين، خبرنا اليوم يقول إن الأولاد النشيطون بدنيا يعانون من مشاكل نفسية أقل في المستقبل. تبون تعرفون ليش؟ خلوني أخبركم. كشفت دراسة حديثة في جامعة مونتريال في كندا إن الأولاد الصغار من الذكور اللي يمارسون الرياضة هم أقل عرضة لمواجهة مشاكل الصحة العقلية. واستنتج الباحثون أن الأولاد اللي يشاركون في الألعاب الرياضية قبل سن المدرسة هم أقل عرضة للإصابة بأعراض الاكتئاب والقلق أو الاضطراب العاطفي بين سن 5 إلى 12 سنة. وتقول النتائج أن الأولاد اللي يعانون من مشاكل نفسية أقل لما يكبرون، من المحتمل أنهم كانوا أكثر نشاط في مرحلة المراهقة المبكرة. أما بالنسبة للبنات فما كان هناك يعني علاقة مماثلة بين المشاركة في الرياضة والصحة العقلية. لاحظتي آمنة؟ البنات. نزيل. وأكدت الدراسة اللي شارك بها 690 ولد و748 بنت، واللي سلطت الضوء على الآثار السلبية اللي يتركها الخمول البدني في مرحلة الطفولة على الصحة العقلية والجسدية في المستقبل، إن الأولاد اللي كان عندهم مستويات أعلى من أعراض الاكتئاب والقلق أثناء الطفولة كانوا أقل نشاط في سن 12 عام. أما بالنسبة للبنات بعد لم يلاحظ وجود تغيرات كبيرة. وبينت النتائج بعد أن الأولاد اللي يمارسون الرياضة في مرحلة ما قبل المدرسة ممكن يستفيدون من الأنشطة البدنية اللي تساعدهم على تطوير مهاراتهم والمهارات الحياتية، مثل أخذ المبادرة والانخراط في العمل الجماعي، أو حتى يعني ممارسة ضبط النفس وبناء العلاقات الداعمة مع أقرانهم. وعلى العكس الأولاد اللي يعانون من أعراض الاكتئاب والقلق يكونون أكثر انعزالا اجتماعيا، وعندهم مستوى منخفض من الطاقة ومشاعر أقل للكفاءة، واللي بيأثر في النهاية سلبا على مشاركتهم في الأنشطة الرياضية. نعم. أعزائي المستمعين كان هذا خبرنا لهذا اليوم. نعم طبعا دكتورة الخبر يحث يعني الأهالي على يعني يشجعون أطفالهم على ممارسة الرياضة. نحن الحين نشوف اللي هال كلهم تقريبا
يعني بالألعاب الإلكترونية آيباد وياسين عند التلفزيون. صحيح، يعني هاي الدراسة تكلم عن الأولاد، وهني نركز نحن أكثر دكتورة على النشاط البدني لو شيء بسيط في البيت أو نشاركهم في الأندية الرياضية. الحمد لله الحياة في دبي فتحت، والأماكن طبعا في هذا الفصل من السنة يعني تنبهرين بأماكن المشي لأن الجو يكون جميل فيساعد أكثر، وبدأ الجو شوي شوي يتحسن. زين أختي أمنة، تعرفين شو الصعوبة في ممارسة الرياضة؟ الكل يقول لا صعب أني أنا أسوي الرياضة، ما عندي وقت، أنا مشغول. يعني كل هاي الأعذار إحنا ممكن أن إحنا بكل بساطة أن نتجاوزها، أن نخصص لنا يوم، أن نرتب، نحاول أول شيء ننظم وقتنا. إذا وقتنا تنظم راح نقدر أكيد نحصل وقت لممارسة الرياضة. زين، مو يعني مثل ما قلت الاختيارات متعددة في يعني في إماراتنا وفي دولتنا، وهناك النوادي وفي يعني مثلا نشوف الممشى ونشوف غيره من الأماكن. لكن مثلا في ناس ما يقدرون يطلعون ويسيرون، لكن يقدرون يسوون الرياضة في البيت نفسه، صح ولا لا؟ يعني في بعض الرياضات ممكن تسويها وأنت في الصالة قاعد. يعني حلو حتى تشاركون دكتورة الأهالي هذه، يعني هذا الوقت إنه يكون بين الولد والأبو أو بين الأم. صحيح. والبنت اللي هو وقت الرياضة، فهي منها تتقرب من عيالها، ومن الأبو بعد أيضا يتقرب من أولاده، ويسوون شيء في نفس الوقت مفيد لصحتهم ولنمط حياتهم، ويخلونه طبعا نمط حياة صحي أكثر. وحين أيضا دكتورة في إكسبو سيكون هناك مشاركة للأنشطة الرياضية مثل ما شفنا على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. فدكتورة كلمة أخيرة توجهينها اليوم قبل ختام برنامج صحة وسعادة. طبعا إحنا نقول أعزائي المستمعين، يعني لا تنسون أنكم تلتزمون بالإجراءات الاحترازية. يعني الإجراءات الاحترازية اللي هي لبس الكمام، التباعد الاجتماعي، نحاول قد ما نقدر إن إحنا يعني نتجنب يعني الزحمة، ونحاول كذلك يعني اللي ماخذ التطعيم ياخذه، ونستمتع كلنا بفعاليات الحدث الأكبر والأروع أسبوع 2020 إن شاء الله. دكتور نحن على يعني على أتم الاستعداد مثل ما يقولون لاستقبال هذا الحدث، مع الالتزام بطبعا إجراءاتنا الاحترازية. زين، الحين أعزائي المستمعين وصلنا لنهاية حلقتنا لهاليوم من برنامج صحة وسعادة. مثل ما قلنا لكم اتذكروا أنكم تلتزمون بالإجراءات الوقائية، ونوصيكم تزورون معرض إكسبو 2020 وتستمتعون أنت وعائلاتكم بفعالياته الجميلة. بتصيرين آمنة؟ أكيد دكتورة، جوازي جاهز من باكر ومستعدة. إن شاء الله. كان وياكم في الإخراج الزميل سعيد المر، وبالتنسيق الأخت ميرا الغفلي، وبالإعداد الزميل حسني البلاونة، وشاركتني الحلقة الأخت الغالية آمنة العلي. هاي تحياتي لكم، محدثتكم دكتورة بدرية الحرمي. أتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع آمنة وسعيدة، ولنلقاكم الأسبوع الجاي بإذن الله. نقولكم دمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.